بسم الله وعلى بركة الله. متابعينا الكرام، ينطلق الشوط السابع بمشاركة 9 جيادة للخيل المهجنة الأصيلة الوزن مقابل العمرة درجة الثانية لمسافة 1700 متر في هذا الشوط. اندفاع على المضمار الرملي في نادي سباق والفروسية، شكور رقم 7 في المقدمة مع الخيال فالح بوغنيم من تدريب علي يوسف الكبيس الملك السادة، مربط إنجاز المركز الثاني. محاولة أيضا كما نشاهد وإياكم هنا السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي من خلال رقم 2 ورقم 4 ومن تدريب بدر البلوشي. إذا أرسنت أولتريتش مع جيبي جامبر، بينما ألبرتو سنا يمتطي جويل هاوس من سلالة ديباوي. في المركز الرابع على ما يبدو لي بالشعار الأزرق رقم 9 روبينج منشن مع المدرب هادر رمزاني، ملك المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع والخيال سفيان سعدي. المحاولات تأتي أيضا من سام لانكرود رقم 6 مع ماركو كازامنتو ملك السيد خليفة بن إشعيل كواري المدرب محمد حسين أفروزة. التقدم حتى الآن باللون البرتقالي للسادة، مربط إنجاز. محاولات السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي في المركز الثاني والثالث عند توجه نحو المنعطف الأخير. لازلنا نشاهد الصدارة بأشعار البرتقالي آخر 400 متر الخط المستقيم. هنا يبدأ إعاز رقم 2، محاولات تأتي من أودريتش من الجهة الخارجية مع جيبي كامبر. المركز الثالث كذلك جويل هاوس، والاندفاع القوي حتى الآن مع شاكور مع المدرب علي الكبيسي. محاولات مستميتة من رقم 2 أودريتش، السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي وبدر بلوشي في المقدمة، والمركز الثاني بحسين إلى المركز الأول والصدارة في الشوط السابع. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، أرسنت أولتريتش إذن هنا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين لسابع أشواط هذا المساء. نشاهد رقم 2 في المركز الأول رسنت أولتريتش مع المدرب بدر البلوشي ملك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي والخيال جيبي جامبر. المركز الثاني لنفس الشعار، إذن نفس المدرب والمالك والخيال ألبرتو سنا من خلال رقم 4 جويل هاوس. رقم 7 في المركز الثالث شكور من تدريب علي الكبيسي ملك السادة مربط إنجاز والخيال فالح بوغنيم. المركز الرابع رقم 6 من خلال تواجد سام لانكوارد مع المدرب محمد حسين أفروز ملك السيد خليفة بن إشعيل بن خليفة الكواري والخيال ماركو كازامنتو. والمركز الخامس رقم 3 هاي كوماندر من تدريب جاسم الغزالي ملك السيد منصور إبراهيم المحمود والخيال أنس السيابي. تهانينا لكل الفائزين، وبانتظار الشوط الثامن وكأس الغارية للخيل المهجنة الأصيلة إناث فقط الدرجة الثانية، كل التوفيق للجميع بإذن الله.